بحسابات ضيقة استقبل شبيبة بيجاية ضيفه أهل برج بعريريج وعينه على الرياضة، مهمة لم تكن بالسهلة لأبناء ماغورايا أمام منافس يبحث هو الآخر هذا الموسم عن تأشيرة الصعود إلى حظيرة الكبار. شوط أول لم نشهد فيه الكثير بمحاولات هجومية عقيمة من الجي اس ام بي، اصطدمت بدفاع صلب وحارس تصدى لكل الكرات. أخطر فرصة كانت في الدقيقة 38 بكرة ثابتة من والناس في العمق، ودريفل كاد أن يفتتح باب التسجيل، لنشهد بعدها اشتباك بين رايت ويعلوي والحكم بوسليماني يفصل في النزاع. يتواصل اللعب وتتواصل معه محاولة الشبيبة في البحث عن الحلول، وهو ما تحقق في الوقت البدل الضائع. توزيع على الجهة اليمنى مرباح برأسية يضعها في شباك الحارس علوي الذي لم يحرك ساكنا ظنا منه بوجود وضعية تسلل، لكن الحكم أكد شرعية الهدف. ونهاية المرحلة الأولى باحتجاج كبير من لاعبي الأهلي على الحكم بوسليماني. الشوط الثاني ازدادت فيه الحسابات وارتفع فيه الضغط، خاصة على البريجية الذين خرجوا من الدفاع إلى الهجوم بعد إجراء المدرب بيرا ثلاث تغييرات لتدعيم الخط الأمامي. محاولة ساخنة لتعديل النتيجة لم تكن مجدية أمام تجمع سريع لدفاع الشبيبة التي عرفت كيف تحافظ على تفوقها في النتيجة بهدف كان وزنه من ذهب، وضع أبناء يماغورايا في الريادة مؤقتا. في الريادة يا إسماعيل، رسميا وليس مؤقتا.